اهلا بيكم في قناه زراعه في مصر واسعار الخضار. ما تنسوش تعمل لايك للفيديو، ولو في متابع جديد اول مره شفنا ما تنساش تشترك في القناه بالضغط على كلمه اشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. ازاي الحال يا حاج خليل؟ الله يبارك فيك يا معلم. والله الفيديو السابق يا حاج خليل الناس بتدعي لك كلها، انت بتبيع يعني بما يرضي الله. قول لنا الاسعار النهارده. واحنا عايزين نخلي الناس تدعي لنا مش تدعي علينا. الله يخليك. بيبيع بما يرضي الله، وقال والمثل بيقول بيحكي تير واكسب قليل. يبارك لك في ربنا. ربنا يبارك لك يا حاج خليل. يبارك لنا فيه. الحمد لله. قول لنا الطماطم عاد بكام؟ طماطم النهارده جايبها في ب 280 وفي ب 270 وفي ب 250 وفي ب 200. ده وزن العادية 20 كيلو. وزن العادية يعني نقدر نقول من قول 25 من كيلو. نقدر نقول من كام لكام؟ من كام لكام؟ أقل حاجة وأعلى حاجة. في الوزن؟ لا في السعر. في السعر قلت لي حد 280 وتحت لحد 200. يعني من 200 واللي هو على قده واللي هو على قده شويه لتحت يعني 100 180 حاجه زي كده. تمام، يعني نقدر نقول اقل حاجه 180 لحد 280. ايوه. رافع الثاني يا حاج خليل. رافع الثاني ربنا يسلمك. كم يوم رافع؟ من يوم من قبل الخميس. تمام. طيب بتبيع بكام يا حاج خليل في القطاعي؟ ان شاء الله انا ببيع في القطاعي كيلو وربع ب 10. طيب ده انت بس. النهارده اقسم بالله العظيم في المطار كان قدامي بيتباع ب 15 جنيه. ب 15 جنيه في المطار. وفي الكرم النهارده ب 12 وب 15 جنيه الطماطم. انت ده حاجه انا شفتها بعيني. ربنا يبارك لك يا حاج. بس الزرع برضه حلو، انما برضه قد الزرعه اهو. ما حلو ما شاء الله. وزي الفل، ما فيش سوس ولا دود، وهبيع كيلو وربع ب 10. تمام، الخيار ده يا حاج خليل. الخيار ده بامر الله 3 ب 10. 3 كيلو ب 10، ده بيجيبه كام جمله؟ النهارده الخيار الشكاره دي بكام؟ انا سامع الاسعار ب 3 جنيه عشان ما كانش في خيار النهارده في الشوارع. انا ربنا رزقني بدوله جبت الشكاره فيهم ب 40 جنيه. الشكاره كم كيلو؟ عشان دوله واصل. كم كيلو؟ دوله دي فيها 25 كيلو. طيب لو الخيار يعني صغير كده بيبقى سعره كام؟ سعر الخيار صغير اللي هو كان لسه نازل دلوقتي 3 جنيه. كيلو. ما ينفعش اجيبه ب 3 ب 10. يعني نقدر نقول في الجمله مثلا في من 2 لحد 3. في 2 ده في الجملة. خيار جمله بجنيه. بجنيه. بس خوازيق. ايوه. الكبير بتاع البيح. بتاع البيح. تعال البيع. ايه تاني في الشكاره ده؟ فلفل. فلفل. مكانه ب 3 جنيه حد 2.5. بتبيعه بكام انت؟ ببيع بخمسه وببيع كيلو وربع ب 10. ماشي. ايه اللي في الشكاره ورا ده يا حاج؟ فلفل. فلفل. بكام ده؟ فلفل من 3 جنيه. قلت انت سعره ماشي معاك. ب 5 جنيه. البتنجان عم كام النهارده؟ البتنجان النهارده والله كنت هجيبها على 75 جنيه ما رضيتش اجيبها. على الشكاره؟ الشكاره بيقول لي بيع الكيلو بخمسه، قلت مين هياخد بتنجان؟ ما حدش ياخد بتنجان بخمسه. يعني عشان يلفق لك ويبيع لك. والخيار 3 ب 10 والطماطم زي الفل. ها تمام الطماطم. تمام. قرب الكاميرا على الطماطم حلو. ايه تاني يا حاج خليل في السوق اسعار؟ والبطاطس عندي في البيت ببيع ب 5 جنيه، ب 3 جنيه وربع ببيع ب 5. ده اللي بتجيبها ب 3 وربع ببيعها ب 5. ببيع ب 5 بيرضي الله. في ناس لما تبيع كيلو ونص ب 10. البطاطس الكاره. كاره. طيب قول لنا ايه تاني يا حاج خليل؟ في كوسه ب 5 جنيه. كوسه هاي. كوسه ب 5 جنيه. العروس الشطه لا في حكايه ب 5 جنيه برضه. عشان ما عشان مسأل عليها. قول قسم من مكانه ب 4 جنيه ونص بيتباع ب 10 جنيه مقشر. صورهم. ده الفلفل ده. ده الفلفل ده بتاع سلطه ده حاجه كده. الفلفل ده حد حشو. حد حشو ده؟ هو في احجام كبيره يعني عندك؟ لا ده البشا في احجام كبيره. هاي في احجام كبيره ده بتروح سلطه. انما ده الصغير ده على قد الحشو. الفلفل الالوان ما تعرفش سعره كام؟ الالوان والله ما اعرف سعره يخش له في 10 جنيه ولا في 10 جنيه. نقدر نقول من 10 ل 12.